حافظي على جوزك يا مدام، الستات ما بقتش بتعمر. ده كان تعليق ياسمين عز على خبر طلاق الفنانة نيلي كريم والفنان هشام عاشور بعد سنتين ونص جواز. بس يا ترى ياسمين قالت ايه؟ الساعات اللي فاتت انتشر اخبار عن طلاق الفنانه نيلي كريم من الفنان ولاعب السكواش هشام عاشور بعد قصه حب كبيره كل الوسط الفني كان شاهد عليها. وطبعا كعاده ياسمين عز علقت على خبر طلاق نيلي كريم وقدمت كده شويه نصايح للستات علشان يحافظوا على الفرعون الكبير على حد وصفها. قالت ياسمين عز في تصريحات تلفزيونيه النهارده من دقايق انتشرت اخبار عن طلاق نيلي كريم وهشام عاشور، ودايما وطول الوقت ما بحبش أقول أخبار طلاق وما بحبش نكون طرف فيها. عاوز أقول إن حياة الفنان أو الشخصية العامة مش خاصة، الناس هتفضل تفتش وتحب تسمع أخبار سواء اتجوزت أو اتطلقت. أتمنى نقف عن إعلان الطلاق وملناش دعوة بأسباب الطلاق، ملناش علاقة ومش موضوعنا ومش قصتنا، وربنا يقدم لهم اللي فيه الخير. ناس كتيرة بتتجوز وتتطلق وبيستوقفني إن محدش بقى بيعمر، ودي من المؤشرات الخطيرة في المجتمع. كل واحدة تحافظ على جوزها، لأن مؤخراً محدش بيعمر ومش عارفين ده بسبب عين ولا حسد. دايماً الشخصيات العامة والمشاهير اللي بيوروا حياتهم للناس ما بيعمروش. لازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية علشان تعرف تعمر، سواء تعمري مع جوزك سواء شخصية عامة أو مش عامة. داري على جوزك وداري على بيتك، ما تنشريش وما تعلنيش وما تبينيش إنك سعيدة. اتخبسي يا مدام علشان العواقب مش سليمة. ولو رجعنا لطلاق نيلي وهشام، اتكلمنا عن كواليس الجواز ما بينهم واللي كانت في الجونة وعملوا فرح حضروا كل نجوم الوسط الفني والكل كان بيتكلم عنه. طلع هشام وكشف كواليس تعرفه على نيلي كريم وقال انه تقدم لها مرة اول ما شافها ماشية على الشاطئ بالبيجامة وقت ما كانت موجودة في الجونة، لكن نيلي صدمته ورفضت تتجوزه. هنا بقى صمم هشام انه يتجوز نيلي وفضل وراها لحد ما وافقت تتجوزه وقعت في غرامة. وقالت هو ده، اتخطبوا وقت قصير جدا واتجوزوا وشهد على عقد الجواز عدد من النجوم. طبعا نيلي كانت مبسوطة جدا وقالت ان هشام عوض ربنا ليها عن كل العلاقات التوكسيك اللي كانت عايشة فيها، خصوصا انها لجأت لدكتور نفسي علشان يعالجها من اكتئاب 11 سنة جواز. ونتيجة لكده كانت بتقدم ادوار حزينة لان كان عندها مخزون نكد كبير من كل العلاقات السابقة اللي كانت عايشة فيها. لكن العوض ما طلعش عوض، ومن وقت جواز نيلي دخلت في مشاكل كبيرة جدا وطلعت في أكتر من لقاء وقالت إن مفيش توافق بينها تجوزها، بيعمل خلافات كتيرة جدا ما بينهم، خصوصا إن نيلي فنانة كبيرة جدا لكن جوزها هشام لسه فنان بيبدأ حياته. لكن واضح كده إن المشاكل كانت كبيرة ما بينهم علشان كده اتطلقوا من يوم الجمعة، وواضح إن نيلي عايشة في حالة اكتئاب كبيرة جداً.